نكمل مع فان فانتزي. عندنا الحين صيد وايت موسي، الليفل حقه 15 والاتش بي حقه تقريبا 69500، ممكن نسرق منه بوتون والايكو هيربز والهاي بوتون. نخلي وننزل، راح نلقى هذا هو اللي سرقنا منه بوتون. نحاول مرة ثانية نشوف شنو نسرق منه. إذا ما قدرنا نسرق منه إلا البوتن، ف نفكر بالخطة الثانية. ثم القضاء عليه. أخذنا البروكن كي. أوكي. نرجع الآن مع الطريق اللي جينا منه. شنو في هنا؟ في صندوق ناحية ثانية؟ لا ما في صندوق. نرجع في لفة أخطأنا فيها. أيوة هني، بعدين هني. لا صعد فوق، ما في صعد فوق. بتحفظ على راحتك، لكن نرجع للفرفور اللي عندي الارض سيربيت. هذا البوتنشل. اوكي يعطيك الان المفتاح.
ضرب نقباو. اوكي راح يعطيك الان مفتاح ايضا ثاني راح يفيدك في المراحل الجايه. المفتاح اللي اعطيته له راح يصير The Slice Gate Key. اخذنا Slice Gate Key واخذنا المكافأة. طبعا اوكي ناخذ مهمة ثانية. ناخذ مهمة ثانية بعدين نخلص ال مدام الشخص اللي يشتغل في المطعم هو صاحب الصيد الجاي. اللي هو هذا الشخص تافرن ماستر. اوكي بس متأكد من مكانه الحية. أنا بغيت هذا تبراين ماستر. من الويست ساند موجود في الزاوية. فتحنا الأبواب كلها ذيك المرة. من الويست ساند. اوكي نروح للويست ساند نشوف. اقرب مكان له الويست ساند. زين فنروح للويست جيت. نشوف البائع اللي هنا. مرات يكون فيه اشياء مفيده ممكن فيه اثر ممكن فيه شيء. انا بس نشيك بس. في اثر عنده بابل عنده درين. بعد ما نخلص بعد قلنا الويست جيت. الويست جيت ريدم. اوكي ما عليك قاعدين نطول عليكم هاليومين. ناخذ بدل ما ناخذ مهمة كل جسمه ناخذ مهمتين. اوكي افضل شيء لان اخذنا الصناديق اللي هني فما يصير يعني انه نضيع على اساس. لكن ممكن اذا تبي ليفل تبي مواد وكم صناديق الثانيه تعطيك. انا ما اقول لك يعني الصناديق الثانية ممكن تعطيك أشياء تبيها. لكن حنا حاليا نبي نروح لزرتين من الكاميرا من الجهة هذه. وندور المارتن اللي هي الحية.
زين. راح يطلع هني، يقول لك لازم تنتظر شوي لما يطلع. وهذا مكانه، شو الخطوط اللي طلعت، خطوط الشمس، فلازم يعني شوي تنتظر لغاية ما يطلع. راح ياخذ له وقت. وهذا مكانه. راح يطلع، فتعطي وقت شوي. روح خذ لك جولة بعدين ارجع له. تم القضاء عليه. هذا المارتين تم القضاء عليه. منو باقي بعد؟ الأخير أتوقع أنه الحين نطلع الحين. يوقفون ما راح، لكن إذا في احتمال راح ما راح يوقفون. الغبار ما خليك تشوف الطريق. هذا الغبار.
عباره اخونا يطلع ال الجنومة التيت هذا، فوقتها ممكن تسرق منه. هذا الرابر ستري. اوكي اثنين صوابيت السانسين. نشوف كابرا ماستر شنو الجائزة اللي راح يعطينا. سيلفر ستون سيربنت سيربنت اي. اوكي بس بشوف اللوحة بس. لودينج ريبولن رينجويريوم. طيب نكمل في مرحلة